حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن إطلاق الموازنة والتخصيصات المالية المترتبة عليها شهريا ستضغط على سعر صرف الدينار أمام الدولار، وستصبح الفجوة أكبر بين السعرين الرسمي والموازي. وأضاف الخبراء أنه لا يجب التعويل على ارتفاع سعر الدينار في السوق الموازي بعد إطلاق الموازنة، مؤكدين أن قيمة الدينار ستنخفض وأن الفجوة ما تزال مستمرة وهدفها تمويل التجارة مع إيران، مؤكدين أن تحويلات الدولار الأمريكي ممنوعة بفعل المنصة الإلكترونية، وبالتالي سيكون هناك ضغط على السعر الموازي بهدف تسديد المستحقات التي لدى إيران من تجارتها السلعية مع العراق. اتهم النائب باسم خشان محافظ المثنى بالتورط بعشرات قضايا الفساد، لافتا إلى أن بعض الأحزاب قد تورطت معه وتدعمه لتحقيق مصالحها. وقال النائب خشان إن عشرات المليارات قد تم سرقتها في محافظة المثنى، محملا المحافظ وأشقائه مسؤولية ضياعها، ومؤكدا على أن هناك الكثير من حالات الخاصة بالمشاريع قد جاءت مخالفة للقانون فضلا عن اتفاقات بين المحافظة وشركات فاسدة. أعلن سوق العراق للأوراق المالية إيقاف نشاطه لمدة 6 أيام. وقال السوق في بيان له إنه أعلن إيقاف نشاطه بناء على العطلة الرسمية المعلنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأضاف أن أولى جلسة تداول بعد عطلة العيد ستكون يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر تموز. يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم 5 جلسات للتداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيها 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن واردات النفط لأمريكا انخفضت من الدول العربية بما فيها العراق، فيما ارتفعت وارداتها من كندا والمكسيك. وأظهرت بيانات الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 100,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 150,000 برميل يومياً عن الأسبوع السابق الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا فيه معدل 252,000 برميل يومياً. أفاد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي بأن سلطات كردستان العراق لن تتمكن من ضخ 400,000 برميل نفط لرفض الموازنة العامة. وأوضح التقرير أن النفط مقابل الدفع في الميزانية مسيطر عليه بشكل أكبر في بنود الموازنة، مبينا أنه يجب هذه المرة على سلطات كردستان العراق تسليم النفط، مبينا أن العديد من الأكراد يشعرون أن الميزانية ستسمح لحكومة بغداد بالسيطرة على المزيد من صادرات النفط وميزانيتها، وقد تعقد خطة إحياء لإنتاج النفط الخام شمالي العراق. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.